السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا معرفش إيه البلاك شارك ده، أنا أعرف القرش الأسود، معرفش إيه اللي أعرف القرش الأبيض ينفع في يوم الأسود، لكن معرفش إيه البلاك شارك، يعني معرفش إيه الهدف من تسمية بلاك شارك. بس لما بحثت اكتشفت إن هي شركة خاصة بتقنية الألعاب تابعة لشركة شاومي، لم يستدل على حاجة فعلية ليها، لكن هي كل اللي بيقال عليها شركة تابعة لشركة شاومي قامت بتطوير هاتف يساعد على تجربة مختلفة وحقيقية للألعاب بأفضل مكونات وأفضل أداء، من تبريد لخامات لمكونات لإشارات صورة لكل حاجة. عملوا تقنية إشارات صورة بنوع اسمه ISP. ISP ده بيدي فريمات سريعة تساعد على إحساسك بتجربة مختلفة للألعاب. خلونا نتكلم على التليفون ده من اتجاهين، يعني هنتكلم على البلاك شارك ده من اتجاهين. الاتجاه الأول كتليفون، أنا بصراحة انبهرت بتجربة، يعني أما تمسك التليفون ده للوهلة الأولى، بص أنا شو قريت قبل ما تجيبه، قريت ناس كتير قوي كتجارب كاتبة على الإنترنت بتسبه وتلعن في التليفون، اوكي؟ فطبعا انا ارائهم على راسي، لكن انا بقول رايي شخصي عن تجربه شخصيه، وانتوا عارفيني يعني انا ايه، يعني التليفون مش موجود في مصر عشان اكون حتى بقول عليه حاجه كويسه. بصراحه شفت تجربه فريده من نوعها في الجهاز ده. لما تمسك الجهاز هتحس انك ماسك سوفت وير مختلف عن شاومي خالص، يعني من جوه هتحس ان السوفت، يمكن ده اللي خلى الناس ما حبتوش، يعني ده اللي انا اكتشفت، انه ممكن اللي خلى الناس مستخدمي شاومي ما حبوهوش ان هم اعتقدوا ان لما الجهاز يجي لهم هيلاقي نفسه ماسك جهاز شاومي بريميوم فلاج شيب، فما لقاش التجربه دي. جهاز من جوه سوفت وير باللون الاخضر اللي هو نفس اللي موجود على ظهر الجهاز، الجهاز جاي بشكل شويه مختلف، يعني مديك اداء وتجربه جيم باد كانت حصلت زمان في جهاز كان اسمه نوكيا 7100، لو حد يعني ايه، والله على ما اعتقد يعني ما ممكن اغلط في الموضوع، برضه بالتليفون بالجنب كده وكان للالعاب وشكله. نوكيا حاولت الفكره دي زمان كتير جدا، وانجيج نزلت نوكيا زمان اسمه نوكيا انجيج، تمام، نو او انجيج. الانجيج ده كان تليفون من الجناب، كان عباره عن جويستيك بس، احنا كنا غلابه زمان، ما كانش فيه بقى كمبيوتر وما كانش فيه الكلام ده، كان اللي يعني ايه يعني يا حلاوه يا ابوي ايه ده جويستيك، فاهم ازاي؟ يعني كان ايام الجيم بوي الابيض واسود ده، لما جابوه لي من السعوديه يا بابا جابوه لي، كانت انجاز يعني، مش كانش فيه تطور اللي موجود دلوقتي بصراحه. فخلينا نتكلم على الجهاز كجهاز موبايل الاول، وبعدين نتكلم عليه في تجربه الالعاب. الجهاز كموبايل بصراحه انا شايف المكونات الداخليه بتاعته ممتازه، ولما جربته لقيته ممتاز جدا. الجهاز بيجي بشاشه 599 اولموست او تقريبا، يعني شاشه 6 بوصه من نوع IPS LCD، تمام. الجهاز شاشته مقبوله جدا، بتيجي بنسبه الشاشه في الجهاز حوالي 84% او 83%، لان الحواف بتبقى كبيره في الجهاز من فوق وتحت. هو الجهاز جايب طب ابعاد 18 ل 9، ولكن الحواف كبيره، لان اي جهاز حضرتك هتيجي تلعب فيه جيمز، يعني هتلاقي مجموعه من الاساتذه المراجعين مثلا بيقولوا دايما ان وانا بلعب لعبه كذا مع الجهاز اللي فيه نوتش كان الجهاز بيضايقني في اللعبه، وانا بعمل كذا مع الجهاز كان ايدي بتخبط، وانا كنت قلت على الكلام ده في جهاز معين قبل كده ان ممكن ايدك تضايقك في الجهاز. ففعلا المشكله اللي ممكن تصادفك ان الحواف دي هتضايقك في اللعبه، فهم برضو حتى ما سابوش الحواف رفيعه جدا، يعني الناس دي فاهمه هي بتعمل ايه، تمام. الجهاز زي ما قلنا بيجي بشاشه 6 بوصه IPS LCD بطبقه حمايه كورين جوريلا جلاس 5. كثافه البكسلات في البوصه 403 PPI. جهاز مصنوع من المعدن، بس مشكله الجهاز ان وزنه تقيل. الجهاز وزنه 190 جرام، ولكن برضه هقول لك نتيجه ان هم حاطين فيه عتاد داخلي قوي جدا. قلت عتاد اهو، كلمه حاطين فيه عتاد داخلي قوي جدا او مكونات داخليه قويه جدا، وحاطين فيه التبريد زي اللي جاي في البوكوفون او اللي احنا سمعنا عنه في البوكوفون، بس التبريد هنا هيكون اقوى، لان الجهاز هنا جاي بالجي بي يو بتاعه مؤهل للالعاب بشكل مش طبيعي. يعني طبعا الشاشه فول اتش دي بلس، والجهاز شاشته انا شايفها مش سيئه. خلينا نكمل بقيه مكونات الجهاز ونتكلم بعد كده على الجهاز كجيمنج موبايل. الجهاز بيجي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 845 ثماني النواة بتردد 2.8 ومعالج رسوميات 630، تمام. الجهاز الحقيقي بيجي بنسختين ذاكرة، نسخة 6 رام مع 64 جيجا ذاكرة داخلية، ونسخة 8 جيجا رام اللي هي معايا مع
ذاكره 128 جيجا، تمام؟ فدول النسختين اللي بيجي بيهم الجهاز، ولا يدعم تركيب ذاكره خارجيه، يعني بيجي بالنسختين دول ولا يدعم تركيب ذاكره خارجيه. الجهاز بيجي باتنين كاميرا خلفيه 12 ميجا بكسل و20 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 لكل منهما، يعني الجهاز بيجي بكاميرات كويسة جدا، فتحة عدسة كويسة، مهتمين بالكاميرات على الرغم من انه جيمينج فون. بيجي فيه OIS، بيجي فيه 2 زوم بصري، فالجهاز طبعا انا شايف ان هو كامل من ناحية الكاميرات، ما اعتمدوش ان هو جهاز جيمينج وحطوا فيه كاميرا اي حاجة. الكاميرا الامامية بتيجي 20 ميجا بكسل و فتحة عدسة 2.2 وبيصور فيديو من الكاميرا الأمامية بدقة Full HD، تمام؟ فأنا شايف إن الجهاز بصراحة من ناحية الكاميرات، جهاز اهتموا بيه في الكاميرات جدا جدا جدا، وادينا تجربة كاميرات وتجربة صور زي ما حضراتكم شفتوها وزي ما حضراتكم شايفينها، تجربة كاميرات ممتازة جدا جدا أمامية وخلفية. الجهاز بيجي البصمه فيه اماميه، بصمه اماميه وبصمه فيس انلوك بتيجي، وبالمناسبه عشان الجهاز بيجي بنسخه صيني فمش هتحتاج تقلبه لاي دوله تانية عشان تستخدم بصمه الوجه، هو هيشتغل معاك ببصمه الوجه. ودي نقطه حضرتك لازم تعرفها، ان الجهاز ما بينزلوش نسخه جلوبال، يعني مش جايب نسخه جلوبال، فانت هتضطر تستخدمه على النسخة الصيني اللي فيه، اللي هي النسخة باللغة الإنجليزية، أكيد لأنك مش هتستخدمها باللغة الصينية فهتبقى باللغة الإنجليزية. البطارية بتاعت الجهاز 4000 ملي أمبير، هتديك أداء كويس جدا مع المعالج 845، هتديك أداء جبار وأداء أفضل من أداء البوكوفون عن تجربة، وبيدعم الشحن السريع بتقنية كوالكوم 3، فبيديك شحن سريع في حوالي ساعة و 40 دقيقة هيكون موبايلك، او ساعة و 30 دقيقة هيكون موبايلك فولي تشارج. بصراحة شاومي عندهم الموضوع ده كويس جدا، تمام؟ الجهاز بيجي مبني على واجهة اندرويد 8.1 بواجهة شاومي MIUI 9.1. ده الجهاز بالنسبة ان هو موبايل، بصراحة صوت جميل، شاشة جميلة، كاميرا جميلة، مديك كل المطلوب منه كموبايل، لا عيب عليه الا وزنه وشكله، يعني تحس انك ماسك ماسك جهاز مختلف، ماسك حاجه مختلفه، ولكن في النهايه مش قادر تحس انك شايل جهاز غالي، رغم انك دافع فلوس كتير قوي، دافع الافات، ولكن مش قادر تحس انك شايل جهاز غالي، شايل حاجه مختلفه، حاجه فريده من نوعها. بس هي المشكله كلها ان الجهاز ده المفروض موجه للجيمنج، الجيمنج ده هيبقى للشباب اللي سنهم، يعني لان كله بيلعب جيم دلوقتي وبابجي والكلام ده كله، بس اقصد ان هو المفروض موجه لفئه مش ممكن هتدفع المبلغ القوي ده. بس في النهاية الجهاز ممتاز. الجهاز بيجي معاه قطعة مش اجباري، حضرتك بتشتريها لوحدها، ثمنها 30 دولار، تمام؟ اللي هي القطعة دي ثمنها 30 دولار، او بيبيعوها في مصر هنا على الانترنت ب 1000 جنيه. القطعة دي حضرتك فايدتها ايه؟ ان هي بتدي لحضرتك تجربة الجيم كاملة، لما حضرتك بتيجي تركبها في الجهاز كده، تمام؟ وبتيجي تبدأ تشتغل، بتبدأ تديك تجربة الجيم كاملة، انك انت شغال على الجهاز as gaming، بتديك التجربة الكاملة للجيم بالمنظر ده. فيعني هو جيم موبايل. شفنا تجربة قبل كده من اسوس في جهاز جيم برضو، فيعني هو كل شوية بينطلقوا علينا بأجهزة للجيمرز وللمحبي الجيم، بيدوهم التجربة اللي هم طالبينها وبيدوهم الإحساس اللي هم طالبينه. الموبايلات لن تتوقف عن تكنولوجيا معينة، هيشوف انت بتحب الجيم هيديك جيم، يعني جيمر موبايل، بتحب الميوزك هيديك موبايل بصوت سراوند، بسماعات هارمن كاردون، سماعات بوز، مش هيسيبك، هيشوف انت عاوز ايه وهيديهولك. فدي قصة يعني لن تنتهي ابدا. بشكركم واسف لو كنت طولت عليكم، ومستني منكم الدعم باللايك والشير والسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وتفعل زر الجرس علشان توصلك الفيديوهات اول باول. وبشكركم انكم تستحملوني دايما، ويا رب نكون مع بعض دايما ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية. ومتشكر ليكم، كان معاكم محمد النواوي.